اوكي انا بدخل في الموضوع يا جماعه على طول. انا اكره الفيزياء، او لحظه خلينا نعدل الجمله شوي. انا مره اكره الفيزياء. طالع من قلب يعني ماده يا جماعه تقهر. فتخيل معاي ان يجيك اسوأ مدرس درسك في حياتك في اكثر ماده انت تكرهها. يعني انا كنت ناقصك يعني. انا بروحي مو طايق الماده. ف بسم الله نبدا قصتي مع أسوأ أستاذ درسني. يعني أوكي يلا. في صباح يوم جميل أول يوم دراسة في الثانوي، آدم يدخل المدرسة عادي، إنسان طبيعي. أنا أكيد إنسان طبيعي. آدم مسكت بلا تفاصيل واجد وعطى من الزبدة إن شاء الله. فأبد والله رايح المدرسة طبيعي، النظام كل شيء أوكي. أول مرة أخذ فيزياء في حياتي، فمتحمس. وش الفيزياء وش هذا؟ للحين مو فاهم ولا حاجة، بس يعني الحمد لله يعني. طبعا هو درسوني ثلاث مدرسين يا جماعة، فهذه السنة الأولى المدرس الأول، ففي السنة الثانية وفي السنة الثالثة. بنجيهم بس اصبروا علي. أوكي الأستاذ يعني شرحه ممتاز، كل شيء بخير، الفيزياء أحسه سهل، تمام فل الفل. بعد تقريبا اسبوعين يا جماعه صار اول موقف غبي. فعندنا اختبار يا جماعه من درجتين ثلاث درجات، خفيف لطيف. الاستاذ حدد لنا مجموعه اشياء نقراهم او نحفظهم وبتجينا في الاختبار. حلوين. وبدا يا جماعه اخذ ورقه الاختبار، كل شيء تمام، احل السؤال الاول، احل السؤال الثاني، جينا للسؤال الثالث. السؤال الثالث يا جماعة ما حد عارف يحله، يعني كل الطلاب ما حلوا هذا السؤال. فقلنا للأستاذ يا أستاذ هذا السؤال مو موجود في التحديد اللي أنت حددته، من حقنا يا أخي. فقال لا موجود. يعني حبيب بل استهبال، كل الطلاب ترى ما حلوا يعني. حبيبي أنت حبيبي. رجعنا مرة ثانية قلنا للأستاذ يا أستاذ هذا مو موجود عندنا يا ابن الحلال، افهم يا الطيب. هنا الأستاذ فصل. إلا السؤال هذا من ضمن المحدد، إذا أنت ما ذاكرت وإذا أنتوا كلكم ما ذاكرتوا لا تزعجوني. طلاب فشلة ولا واحد فيكم تعب. أنتوا طلاب فشلة، أنتوا ما تفهموا، أنتوا لا 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 لا. يا كابتن هدي. أنا لازم تعرفوا يا جماعة أن أنا مرة هادئ في الفصل، أنا ما أسولف ولا أشارك ولا مني أي فن. والله هذا الواقع يا جماعة. لكن أكثر شيء نرفزني في الحياة سواه الدكتور او الاستاذ. انت وش فيك يا الدكتور الاستاذ؟ لانه هو الغلطان، لانه هو ما حدد على الاشياء اللي يبغاها كامله ويصارخ. اعرف اذا سويت هالشيء، اذا انت غلطان وتصارخ اعرف ان بنفجر عليك. فيا جماعه لا احد يسوي زي انا كنت شوي يعني في فيوزات فاصله. انتوا الواحد فيكم ما يذاكر، انتوا ما ادري وشو. وانا هنا اغلي من داخلي، اغلي. اوكي طلاب فشله ما تدرسوا هذا، وانا بحفظ ثلاث اختبار عشان اسالوا. اذا انت ما ذاكرت هذه انا مو مشكلتي. استاذ الحين كل الطلاب مو عارفين يحلوا هذا السؤال، معناه ان كل الطلاب ما درسوا، كل الطلاب مو عارفين، كل الطلاب فاشلين. يعني كيف احلها لنا كان مره ثانيه؟ اذا على هذا النظام لا تحدد لنا افضل، ولا تجيب لنا اختبار وتقول تحديد وبعدين في النهايه يطلع غير عن التحديد اللي انت حددته. زين ليش؟ وش الفائده؟ اوكي تدري، يعطيك العافية. ياب والله صارخ على الاستاذ. استغفر الله، ليش اقول هذا الشيء؟ استاذ يا جماعه مسكين انصدم، والله انصدم، ما تكلم ولا كلمه، عرفتوا؟ وكل الطلاب يطالعوا فيني. يعني يا جماعه انا مره هادئ، انا مره هادئ. فتخيل ان الطالب الهادئ هذا ما بين كل الطلاب يجي وصارخ على الاستاذ. هاي كابتن يا مجنون، انت وش قاعد تسوي؟ فأنا ساعتها يا جماعة قمت من الكرسي، عطيت الأستاذ ورقة الاختبار وطلعت من الفصل. طبعا فوقتها وشو؟ إن الطلاب جوني كافو آدم ما أدري وشو. لا حبيبي عادي يفصلني اليوم اللي بعده. أبدا مو كافو ولا صح ولا أي شيء. فبصراحة يومها يعني اعتذرت الأستاذ وطلع هو غلطان، والله هو غلطان يا جماعة، بس ما أدري غلط يعني. كملنا السنة طبيعي، كل شيء تمام. إحنا الحين مع الأستاذ ألف، او الاستاذ رقم واحد، خلينا نسميهم بالارقام، الاستاذ رقم واحد. اخر اختبار نهائي، من بعدها وشو؟ اجازة. ادم يمرض قبل الاختبار الفيزياء بيوم. لا حول ولا قوة الا بالله، خلاص يا اخي والله خلاص. فيب رحت الاختبار وانا راسي مصدع ولا فاهم حاجة في المنهج المهم يعني الدكتور ضبطني شوي والاستاذ ضبطني بصراحة، يعطيه الف عافية. شكرا استاذ، لو ودي انا احط صورتك بس ما ينفع لان يعني بنجلد، شكرا استاذ.
خلصنا السنة الأولى على خير، الفيزياء صارت عسل تمام، كل شيء بخير. جينا السنة اللي الحين ننتقل يا جماعة للسنة الثانية الثانوي والأستاذ رقم اثنين. طبعا هو اللي صار وش يا جماعة، أن هذا الأستاذ المفروض يدرس ثالث ثانوي، بس من كثر ما أن الطلاب اشتكوا عليه اللي في ثالث ثانوي وما أدري وشه، أنه كريه ما يعرف يشرح إلى آخره، قاموا حطوا لنا في ثاني ثانوي. إذا إحنا وش دخلنا نزل؟ حرام يا أخي حرام. أنا إنسان ما أفهم فيزياء، ما أعرف للفيزياء، جيبوا لي أستاذ يعرف يشرح على الأقل أفهم شوي. فروحنا كلمنا المدير، يا ابن الحلال يا الطيب يا الحبيب، حاول إنك تغير الأستاذ يعني. قال ما عليكم أنا بحاول معاه وبكلمه ولا شفنا شيء ليومنا هذا. والله العظيم ما أنا شفين أبغى أفصل على الكلام. آدم هدي آدم هدي حبيبي أنت. المهم معنا المدير أوكي ما غير لنا الأستاذ وغصبا عنا أخذناه، فأوكي مو مشكلة. أول حصة. السلام عليكم. حتى رد السلام ما في؟ يلا أنا يا جماعة خير متوتر، سمعة الأستاذ هذا مضروبة، ما في ولا واحد يمدح مرة. جانا يا جماعة وأول حصة ويدخل ورعب، أنا متوتر خايف، وجهي يشرح كل شيء أساسا. قاعد يشرح يا جماعة وقاعد يشرح وقاعد يشرح قاعد يشرح، أطالع في وجوه الطلاب يمين يسار، وجوه الطلاب ما حد فاهم ولا حاجة، ضايعين. يا جماعة قعدنا سنة كاملة مع الأستاذ والله العظيم ما فهمت ولا شيء. والله للأمانة يا جماعة كان محترم، وبصراحة قاعد أبالغ لما أقول أسوأ أستاذ يعني أوكي يعني هو ما يعرف يشرح، بس يعني مو أسوأ واحد. كل حصة يا جماعة ما نفهم ولا حاجة وهو ما يفهم، وإحنا مين وإنتوا مين، واختبارات من الذين صعبة، من الذين يشقك شق. يا حبيبي ترى مو الجامعة مو جامعة. خليني أنجح بس فكني. يخرب والله يا جماعة اختباراته كانت صعبة. فأوكي عدينا كل هذا على خير، جينا الاختبار النهائي لهذا الأستاذ. أوكي يا جماعة والله العظيم اللي بقوله الحين إنه مو متفقين عليه. دخلنا يا جماعة في أكبر قاعة اختبار موجودة في المدرسة. أوكي كنت أنا من الطلاب هذا. المعروف إنه بعد ساعة ونص الكل يطلع، هذا المعروف. انا حبيبي وراي فطور، انا بروح افطر وابغى اروق في البيت، فخلاص ماني خلق الاختبار. اوكي حتى لو ما حليت زين اوكي انا بطلع في نص الوقت وبمشي. يا جماعه والله العظيم قعدنا 3 ساعات ولا طالب طلع من القاعه. يا جماعه يا جماعه نبغى نحاول نغش. اوكي هو غلط، الغش غلط اوكي، بس نبغى نحاول ما حد عارف يحل. لا وفي نص الاختبار والتوتر، ويا الله انا بجيب العيد في الاختبار وحالتي صعبة ومو عارف احل، واشوف الطلاب اللي جنبي مو عارفين يحل، الوضع صعب. يجيك استاذ ما له علاقة في الموضوع، تعرف الاستاذ الثقيل دم اللي كله يبغى ينكت بس هو ما يضحك. انا شفين هذا الاستاذ، اسف اساتذة اسف، والله لو ودي انشر صوركم كم ضحك. جانا يا جماعة يبغى يستظرف الحبيب. السلام عليكم. ما شاء الله ما شاء الله كل الطلاب هنا. اختبار فيزياء التوفيق التوفيق يا جماعة التوفيق. ترى خلص نص الوقت، ترى تقدروا تطلعوا يعني إذا تبغوا، بس شكلكم واضح مشقوقين يعني. المهم خلونا أصور وياكم بس صورة. يلا موفقين يا جماعة، يلا السلام عليكم. مع السلامة. وش لا لا وش يعني وقتك انت انت وقتك يعني. وابشركم الحمد لله اسوأ درجة جبتها في الثانوي كانت في الفيزياء السنة الثانية. الله كريم. من كثر يا جماعة ما كرهت الاستاذ هذا، من صعوبة اختباراته، من شرحه السيء، حتى مساعدة ما يساعدنا، دخلت صيفي. ياب درست صيفي، درست في وقت الاجازة حقتي بس عشان ما يدرسني. حسبنا الله ونعم الوكيل. الله يا جماعة شقني شق. المهم وفي السنة الثالثة يا جماعة والأستاذ رقم 3 يعطي ألف عافية والله العظيم عسل عسل. وكان على وقتها يتابع قناتي وهذا، وصاينا كان يستهبل علي شوي، مو شوي والله واجد، بس يعني شكرا أستاذ يعطيك ألف عافية.
اختبارات سهلة، شرح ممتاز، يا أخي عسل يا أخي من أول. طبعا يا جماعة أنا الحين أوكي خلصت الثانوي كامل 3 مراحل وخلصت معاها الفيزياء، اختبرت التحصيل، التحصيلي في من ضمنها فيزياء، اختبار التحصيلي عندنا في السعودية. المهم طبعا يا جماعة عشان تعرفوا وش اللي يقهر وينرفز ألف، إن بعد ما خلصت الثانوي وخلصت المدرسة خلاص قمت سألت عن الأستاذ هذا اللي هو أكره أستاذ اللي شقني شق في الاختبارات، قال لنا تعدل وصار يجيب اختبارات سهلة. ليش يا أخي؟ حرام يا أخي، والله العظيم حرام، والله العظيم قهر. شكله كلموا الإدارة قالوا هدي يا كابتن خفف شوي اللعب، بس يا جماعة والله هذا مشكلة شك، والحين مستانسين الطلاب يبغوه حسبنا الله. والله يخرب الموضوع يا جماعة، يلا معليش. دخلت الجامعة يا جماعة الحمد لله وقلت خلاص أنا بسوي فورمات للفيزياء، ما أبغى أدرس فيزياء في حياتي. وفعلا أول سنة ما درست فيزياء، تخصصت، دخلت الكلية يا جماعة، كلية الحاسب، كلية الحاسب تدرس فيزياء. يا أخي فكني خلاص، أنا أخلص منك بالمدرسة تجيني بعد في الجامعة خلاص يا أخي. طبعاً أبشركم يا جماعة أكثر مادة ذاكرت لها هي الفيزياء في هذيك السنة، وكان عادة يا جماعة مرت قبل الاختبار النهائي بعد. والله طالع من قلب والله. دخلت الاختبار النهائي طبعاً ضايع ما أدري بالطبقة مو فاهم ولا حاجة، خلصت الاختبار رجعت البيت طلعت النتيجة حقتي وأسوأ درجة من بداية الجامعة لليوم في الفيزياء.